المواهب اللي بلشت هيك تبرز وتبين من جيل جدا صغير، ولأنه إحنا بنحب نمكن وندعم بكل المواهب تأكيد على طريقتنا طبعا. الخاصة. نصبح بالخير على ضيفاتنا اللي موهوبات جدا في عالم تصميم الأزياء. بدنا نصبح بالخير على الثلاث صبايا الحلوات، شمس حسين، أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. ومعنا أيضا سيرين أبو راس، صباح الخير. صباح النور عليك. والجميلة ميس قص، يسعد صباحك. يا ميت اهلا وسهلا. بدنا نعلي صوتنا بس، مش هذا الطلب الوحيد. ليه؟ مشغولات في الرسم والتخطيط. طيب بدنا نتعرف على كل وحده وحده منكم. بلش معك شمس، هيك نعطي للمشاهدين تعريف عنك. اول شيء انا شمس حسين، عمري 13 سنه. بلشت احب رسم الفساتين من عمر 8 سنوات يعني، وبس ما كنتش اعرف ارسم بتقنيه يعني حلوه وارسم يعني بأبدع زي إسا. فدخلت مركز مواهب وكتير دعمنا يعني، المعلمة ريم علمتنا كتير تقنيات يعني جديدة ما كناش نعرفها، اللي خلتنا ننمي موهبنا ونوصل لهي المرحلة. شمس، كم من سنة صار لك بالمركز موجودة؟ لا، هاي أول سنة. أول سنة. واو، أنا شفت شوي تحت الهواء يعني إبداع شمس والصبايا، وراح نشوف كمان شوي صور. سيرين نتعرف عليك. سيرين أبو راس من علوت، تعلم بالإعدادية علوت صف تاسع، وبلشت موهبة الرسم من عمر 8 سنوات. أمي جابت الكتاب فيه رسومات هيك يعني، بلشت أرسم هيك إنه كان رسم عادي يعني. بعدين أمي شافت إعلان على الفيسبوك لمركز مواهب، مسؤولة عنه كريستين، وأمي حكت مع كريستين وفتت على الدورة، ومن خلال الدورة تعلمت تقنيات جديدة وشغلات جديدة ما كنتش أعرفها من قبل. حلو. مايس، صباح الخير. صباح الخير. بدك تعلي صوتك اسا؟ بنفع؟ اسم الله عليكي. تعال نتعرف عليكي اكثر. انا اسمي مايس عاص، عمري 10 سنوات، من مدرسة رهبات المخلص ومن الناصرة. فتت على الدورة، بس قبل لما كان عندي هاي الموهبة كان عمري 5 سنوات. من 5 سنين بلشت تحسي انه بتحبي ترسمي اواعي وملابس؟ ايه، ما تعلمت من اليوتيوب من الحضاره، كنت احاول اقلد بس ما كنتش اعرف ارسم مثل اسا يعني. اسا تحسنت وفتت على دوره مركز مواهب، تعلمنا تقنيات جديده وتعلمنا نبتكر اشياء. حلو. من مناطق او محلات معينه. اي اسلوب متبعه انت بالتصاميم؟ ايش بتحبي ترسمي؟ اي نمط، اي اسلوب، اي ابتكار اللي انت ذكرتي عليه؟ الفساتين القصيره، اللي يعني الفساتين القصيره يعني، مش المصمم منها اليوم يعني. اوكي، يعني في اشياء جديده بالتصاميم. هسه كمان شوي رح نشوف من اللوحات او شو بتسموها الرسومات والتصاميم ونتعرف اكثر عليهن. سكتشات. شمس كمان معاكي، بدي اسالك عن يعني، احنا بنعرف عالم تصميم الازياء عالم كثير واسع، وفي فساتين للعرايس وفساتين سوري، وفي اواعي يوميه كمان، اللي عن جد اليوم في مصممين اللي بيهتموا بهذا اللاين او بهذا الخط. انت وين تنشدي اكثر لايش؟ لا، انا فيش مجال معين بالفساتين انه بيشدني يعني، بس انه لما اشوف منظر بمكان معين انه يجذبني لإله، بحب انه اعمل فستان اللي هو كيف ممكن يخطر على بالي يعني، ما كنتش محدده. فوانا ارسم تطلع الفكره يعني لا اراديا. حلو، بتكونش من قبل في فكره براسك وانت ترسمي هيك بتستوحي الامور. بالضبط. حلو. نفس الشيء لسيرين، إيحاءات من وين بتستوحي الأعمال؟ أي نمط، أي أسلوب؟ أي شيء أنا بشوفه مثلا حلو أو هيك، بشوف إنه ما حدا مقرب عليه يعني، ما حدا ذاكره، بقول إنه لازم أستوحي منه فكرة وأرسم منه عشان الناس يشوفوه. زي إيش مثلا؟ على سبيل المثال يعني، الإيحاء ممكن يتاخذ من الطبيعة، ممكن يتاخذ من السماء، ممكن يتاخذ من البحر، ممكن من كل شيء. مثلا في 5 بحار اللي هن أغرب، إنه أغرب شواطئ بالعالم. أوكي. 5 احنا رسمنا عنهن، وانا اخترت الشط البرتقالي في مالطا ورسمت عنه. واو، ولونه برتقالي وازرق. حلو. بحر ازرق والشط برتقالي. حلو. محلى. طب اسا انا بفهم انه اول شيء احنا عم نشوف على الشاشه كمان اشياء كثير حلوه عصيره، من ايش بتستوحوا دول؟ هي مثلا من الطبيعه. هي تصاميم مين بس؟ انا اعرف مين لمين. صبايا. مايس. هاي مايس. ما احلى طلع من الفراشي، كيف صممت الفستان. حلو. هاد كمان ميس، كله لميس اسا يعني اللي انا اشوفه ولا هذا خليط؟ خليط للكل. هاد لمين؟ لميس. ميس حصت الاسد. ما واو، هاد لشمس. هاد لشمس. حلو حلو. احنا عم ناخذ فكره. واو، فلامينكو فاتت شمس.
كمان رسمنا عنه. كمان رسمته عن الفلامينكو. هي بدنا نشوف كمان صور على الشاشه وندردش عشان نستغل الوقت. هذا مين هذا؟ نضل لي كمان بعدنا أوكي. بعدنا مع الشمس هسه اكيد رح يجي دور سيرين. بس يطلع دغري احكي لنا سيرين هذا إلي هذا إلي. بدنا نسال على الالوان كمان عفاف صحيح؟ اكيد نسال على الالوان. هات نسال يلا احنا فيها شمس قديش بهمك الالوان اللي هي اسا مثلا هذا الموسم احنا بنعرف دور الازياء العالميه هيك الكل بصير يمشي على هاي الخطى الوان صح. معينه اذا كان للخريف او للصيف او للربيع انتم بتمشوا كمان على موضوع ايش الالوان اللي اسا مناسبه اكثر وايش الالوان الرائجه؟ لا انا صراحه مش دائما بتبع الطريق اللي دائما بيمشون الناس اللي بيختاروه بالالوان. دائما بحب اغير انوع يعني ابتكر الاشي اللي ما يكونش موجود بهاي الفتره مثلا جيبوا بصمه جديده زي ما بنقول بالضبط. حلو وسيرين نفس الشيء. انا بحب ارسم شو بخطر على بالي بحبش مثلا اتبع الموضه. تتبعيش خط الموضه ابدا؟ لا بحبش اكلد حدا انه مثلا كلهن بيلبسوا هيك هذا اللون لا بحبش بحب اعمل شو يعني شو بخطر على بالي. الموضه مش مقيدكم يعني انتم عم تمشوا على هوا الرؤيه تبعتكم اللي حابينها. حلو كثير. فكرتي مايس بغير النساء غير الستات يعني كمان للشباب او للاطفال؟ لا. بس للصبايا اكثر شيء. انا مشي. وانا صغير كنت احاول اني اصمم بدلات للزلام بس ما قدرتش. ليش؟ ابداع يا دوريك ببدلات. بالعكس عالم كثير واسع لكن التفاصيل هي بتساوي كل شيء وهي كثير دقيقه فما بتبينش عند الصبايا بتبين اوسع صح أكيد. شمس؟ مزبوط. اكيد. صح لكم كمان انتم تصمموا للشباب او لاطفال حتى؟ لا ما جربتش انا. لا اطفال انا مره جربت بس انه للشباب لا. خلص في اقصاء لا لا انا يعني انا بشي مرحله رح اصير اصمم ازياء من عند الصبايا هقول انه كانوا شي مره ضيوف بصباحنا غير تعالوا نبلش نشوف شويه سو ابلش مع مايس ورجينا هيك صور اللي انت حابه تورجينا اياها وتعرضيها للكاميرا عند مؤنس طيب تحكي لنا شوي هيك كمان جمله عن كل تصميم شو هون اهتميتي من ايش استوحيتي حبيت ان ادخل فيه الوان صيفيه وفاتحه دمجت هدول اللونين حلو كتير. ما فيش مناطق معينة استوحيت. اوكي هدي نشوف كمان صورة او كمان تصميم في هذا تعال نظبطه هيك للكاميرا ممتاز ممتاز انا شايفين اوفر هول حلو كتير ايش المميز هون حسب رأيك؟ من الريش والفتحة حلو انا غشة جورجينا كمان مايز في هذا الفلامينكو الفلامينكو يا كملي مايز وهذا برضه استوحيته من شفت عمارات هيك الوانها فحبيت استوحي من الالوان حلو 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 رائعه وهذا الفستان وهذا بيجي لون ليلكه وعليه زي فضي ايوه اذا انا شايفه صح فضي او انه كثير ميني او انه هي جريها كثير طوال انا مش عارف احنا بنرضي كل الاذواق بالتصاميم وهذا التصميم وهذا كمان برضه نفس الالوان كتير حلو هذا اطول شوي شايف نقدر نرضي كل الاذواق بنفس اللونين يعطيك العافيه ميس روعه كثير حلو سيرين بنحب كثير نشوف كمان تصاميمك وهيك تحكي لنا جمله عن كل تصميم عشان بعد هيك نسالكم على المرحله العمليه لما نبلش عن جد نخيط انا هون عامله كولكشن باللون البوردو بالاسود هذا انا هيك حبيت ارسمه وهذا من الفلامينكو هو ايش هذا اللون كيف بتسووه هذا فضي ولا ايش اللي تحت فضي توش فضي توش فضي هذا الكوليكشن بوردو اسمعيني لما عفوا لما بتستعملي ارجعي له على تبع الفضي شوي صغير اسالك شغله لما بتستعملوا هذا وينه ايوه لما بتستعملوا هذا اللون الفضي هو عباره عن اي قماش بيكون في الواقع كيف راح يترجم لقماش انه الومنيوم واو لهي الدرجة رايحين بعيد، اوكي. شايف في شيء جديد جايبينه في الصباح. في شيء جديد، في شيء مبدع كثير. هات نشوف كمان صور سيرين. في هون عن حكيت لك عن الشاطئ البرتقالي في مالطا. ناخذ فكرة. واو. حبيت. على فكرة دمج الألوان حلو كمان هيك فيه غرابي بس طبعا احنا بالمركز تعلمنا عن دمج الألوان عن كل شيء يعني تعلمنا كثير أشياء جديدة. طبقناها على الفساتين طبقتوها فساتين بنحكي كمان عن هذا الجانب هات نشوف كمان صور سيرين ايش حابه بعد تورجينا وعملت هون لبنت مدينه ما احلاكي كمان شو يعني الاهتمام بكل كله. الاحتياجات كله. الشرائح كثير حلو وكمان عصري وكمان دمج الوان حلو في كمان
هني كمان تحت الهواء حكينا انه هاي جزء بسيط من تصاميمهم للصبايا. واو حلو. رجعت على فرنسا سنة 30. حلو. حابة تورجينا كمان اشي سريع؟ يا هاد اخر واحد. هاد نشوف هذا التصميم. انشطه البرتقالي بمالطا. انشطه البرتقالي دريد. كثير حلو. يعطيك العافية. كثير كثير حلو. اما الان نور شمس. يلا. هذا الفستان استوحيته من الشاطئ الأرجواني. هذا من الشاطئ الوردي. خلي شوي للكاميرا. هذا من الشاطئ الوردي حكينا. اوكي كمان شفناه على الشاشة هي الصورة. من الشاطئ الوردي هذا. وهذا من الشاطئ الأحمر. من الشاطئ الأحمر. أنا عادة مش برضو المنظر بلهمني يعني للفستان. بحب كتير أتفرج معلومات عنه. لا هيك بجد من الإشي. هاي حكينا كمان الفلامينكو. هذا عن تمثال الحرية. هيك لهالدرجة هو. حلو. وهذا من الورد الجوري انه بس اللون يعني انا بحب اللون الاحمر. لا كمان الورد من تحت مبين تمام. حلو. والوردي على الخصر. وهذا برضه من الشاطئ البرتقالي. حلو. كثير حلو. بتهتموا في التصاميم بالنسبة للاكسسوارات اللي خاصة في السناسيل او للايدين او للرأس او قبعات؟ ممكن انا فكرت هيك كمان ارسم واجيب بس خليتيها شوي للمستقبل. بس في اهتمام بهذا المنحة مش بس الفساتين كمان بتتعلموا ابعد. لا احنا اكثر يعني منشد على الفساتين اكثر شيء اللي منطور انه للفساتين مش للاكسسوارات او هيك. بس انه منحب احنا نرسم نزيد اذا بدنا. رائع. انت رائعات. ميس سؤال يعني انا يمكن متوقع وعارفة شو الاجابة. بالمستقبل انت شو حابة مهنتك تكون؟ مصممة أزياء عالمية. راح يعني تدخلي هذا المجال كمهني وكدراسة تدرسي كمان. طيب احنا شفنا اليوم تصميماتكم على الورق. وين راح يكون المرحلة اللي فيها بنعمل تصميم فستان فعليا مع القماش عن قريب؟ معناته راح نشوف الصبايا كمان. لا طبعا. بتاخذوا المعدات المحوسبة ولا كليات التصاميم ايدين يعني بالكمبيوتر او بالتابلتس والايبادز والسكتشات؟ كيف تصمموها بالضبط؟ الفساتين لا. احنا اول شيء المعلمه هي اللي علمتنا الطرق اللي تساعدنا يعني مثل نوعيه الاجسام وكذا اللي تخلينا نلائم الفستان يعني. اما احنا مش عم نستعمل اليوتيوب او كذا لنتفرج على الفساتين يعني لحتى نتعلم كيف نرسم. بالعكس. لا المركز. لا عم بسال على مستوى التصميم. التصميم كلياته يدوي عم بيكون كله رسم. كله رسم كله بالايد مش محاسب عمليا. بالايد. اوكي حلو كثير. واذا كان شويه صغيره مثلا البنيه الجسمانيه ادخن او رفيعه كثير بتقدروا تلائموا وتناسقوا كل شيء. حلو. كل الاحترام لكم. تعالوا نسمع منكم كلمات اخيره. نبلش مع شمس بالبدايه. قديش كمان هيك حابه توصلي رساله انه مهم الواحد ينمي موهبته ودعم الاهل كمان. وكمان نسمع منك امنياتك بالمستقبل. طبعا اول شيء امنيتي انا اني اصير مصممه أزياء عالمية. إنه حابة أصمم لمشاهير يعني وفنانين عالميين. وكمان لأي بنت عندها موهبة وحابة تنميها طبعا ما تستهش منها. لازم لأنه إذا هي كانت تحب هذا الموضوع رح تبدع فيه. رائع. حلو كتير. اسمع كلمة أخيرة منك سيرين كمان. أنا بتمنى لكل بنت إنه حابة تصير مصممة أزياء أو بتحب موضوع الفن والأزياء إنه تدخل فيه وما تستحيش يعني تكمل فيه وتبدع فيه لأن كل واحد بيحب إشي بيبدع فيه من قلبه. طبعاً. رائع. كل الاحترام. ومايس. أنا حابة أقول لكل بنت بجيل أو أكبر إنه ما يوقفوش عند حلمهن. بالعكس يكملوه ويطوروه أكتر وإن شاء الله حدا إنه يدعمهن. ما أرواكو. وإحنا إن شاء الله بنشوفكم بالمستقبل القريب لما تصمموا ونجيب الفساتين كمان على الاستوديو نشوفهن. ويعطيكم ألف عافية. وكمان تحية لكل شخص بدعمكم الأهل واللي عم بتعلمكم المعلمة. ذكرين ريم. اسمها ريم شحبري. ريم شحبري بنوجه لها تحية. وكريستين. وكريستين. ألف تحية لإلهن. ألف تحية للجميع. شكرا لكم صبايا. يسعد صباحك. شكرا لكم. شمس حسين سيرين أبو راس وميس قص أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير لكم. أهلا أهلا. مبدعات وجميلات بكل تأكيد.